السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه والطالبات طلاب الصف الثالث ثانوي، اهلا ومرحبا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. فضلا من امر الاول مره بتشوفنا اشترك في القناه وفعل زر الجرس حتى يصل كل ما هو جديد. طلاب الكرام اهلا بكم مع فيديو جديد في سلسله ازاي نحدد الكلمات المفتاحيه في كتاب المدرسه. ان شاء الله النهارده معادنا مع الفيديو رقم 4 في الفلسفه وهو الباب الرابع فلسفه. لو عندك اي مشكله في التفلسف والقيم مش بتعرف تميز هي دي قيمه ايه، قيمه الخير، قيمه الجمال، قيمه البحث عن الحقيقه، انت بيبقى فيه لخبطه في الباب ده يا جماعه، او اللي هو التفلسف والقيم. لو عندك اي مشكله ان شاء الله النهارده هنحاول نتغلب عليها قبل ما ندخل في الجد بقى والامتحانات والكلام ده كله. فانا عايزك دلوقتي تخلص تجيب الكتاب وتخلص من كل الكلمات المفتاحيه اللي ممكن تساعدك اثناء الاجابه في الامتحان. مش هيبقى الكتاب معايا اسمي معايا بمتحن بالكتاب وخلاص، لا انا بمتحن بالكتاب عايز بقى اعرف كل جزئيه في الكتاب ازاي ممكن استغلها او ممكن استفيد منها بشكل معين. وفضلا الناس امرا شير الفيديو بسرعه 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 واشترك في القناه وشير الفيديو لكل اصحابك، ان شاء الله هتلاقي فيه مفاجآت في الفيديو ده ان شاء الله. يلا بينا كده يا شباب نجيب كتاب المدرسه، وده الدرس الرابع في الفلسفه، كده نكون هنا الفلسفه تماما ان شاء الله. يلا يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله اعزائي الطلبه والطالبات. شباب النهارده ان شاء الله زي ما اتفقنا كده مع بعض في المقدمه هنحاول ان احنا نخطط اهم الكلمات المفتاحيه اللي ان شاء الله تعالى ممكن تساعدني من خلال الباب الرابع فلسفه، وده بيكون الفيديو الاخير في الفلسفه. كده ان شاء الله يكون متبقى لنا فيديو واحد في الدرس الرابع منطق. يلا كده يا شباب نشوف الدرس الرابع، لان في بعض الناس بتشتكي منه شويه، هو يعني الى حد ما درس دسم ولكن يعني ايه مش هنقول صعب، ولكن هو فيه شويه افكار كده بسيطه لو احنا ركزنا شويه. يعني عايز اقول لك اسئلته معروفه، يعني اسئلته ان انا هجيب لك سؤال على القيم، هقول لك فين القيم في السؤال ده، ايه قيمه ايه هتختارها. اسئلته الى حد ما بتكون معروفه ولكن محتاج منك تركيز عشان تقدر تحدد بعنايه فائقه، واللي احنا بنعمله ده ان شاء الله ما هو الا وسيله عشان خاطر تساعدك. فيلا كده جهز الكتاب بتاعك وجهز القلم ويلا كده ان شاء الله نحدد مع بعض. بص يا شباب بدايه كده الدرس ده بيتكلم عن حاجه اسمها التفلسف وعلاقته بالقيم، فاحنا بدايه هنعرف يعني ايه تفلسف. تمام، بدايه التفلسف والقيم ليهم علاقه قويه ببعض، يبقى في هنا علاقه وثيقه ما بين التفلسف وما بين القيم، لان القيم دي اللي بتدرسها الفلسفه، فخلاص في علاقه ما بينهم. تعالى في الاول كده ايه، خلاص احنا عرفنا ان العلاقه بينهم، بقول لك ايه عامله زي الورده وريحتها، مش هينفع تفصل الورده عن الرائحه بتاعتها، يبقى من الاخر العلاقه بينهم قويه. تعالى نروح للاهم بقى، هناخد التفلسف ده لوحده ونعرفه، وبعد كده ناخد القيم دي لوحدها ونعرفها. تعالى نشوف التفلسف. التفلسف ده لما تلاقي في السؤال كلمه تامل عقلي، تامل عقلي او نشاط فكري او شخص لا يقبل الامور على علتها، مش بيقبل الكلام زي ما هو، يبقى معناها النظر العقلي او التامل العقلي. خلي بالنا يا شباب عشان عندنا واحد اسمه جوزايا رويس، جوزايا رويس اهو، جوزايا رويس. الراجل ده بيقول الانسان اللي هو المرء يعني او الانسان هيكون متفلسف بشرط لما يفكر تفكيرا نقديا، تفكيرا نقديا. خلاص كده؟ طب هدفه ايه؟ بهدف معرفة الاشياء، بهدف معرفة الاشياء، يبقى احنا كده خلصنا من تعريف التفلسف. لو جالي كلمة تأمل عقلي، نظر عقلي، نشاط فكري، لا يقبل الامور على علتها، يهدف الى معرفة الاشياء، يفكر تفكيرا نقديا، كل ده يبقى معناه التفلسف. طب ممكن نحط جنبهم نشاط فكري؟ اه فعلا حاطين جنبهم نشاط فكري، ودي عندك في الكتابة تلاقيها في اخر سطر في الصفحة دي. طيب مثلا نظرة فاحصة، نظرة فاحصة، واحد بيبص بصة كده بيفحص الموضوع اللي قدامه، يبقى برضه بيتفلسف، يبقى برضه ايه؟ بيتفلسف. طيب نخلي بالنا كده من جزئية تانية مهمة برضه، التفلسف ده اللي هو النظر العقلي أو التفكير العقلي ده، هل بينشأ في أي بيئة؟ لا، لا يمكن أن ينشأ في بيئات تمارس السيطرة والقهر. زي إيه؟ زي بيئة أسرية لا تسمح بالحوار، زي بيئة تعليمية قائمة على الحفظ والتلقين، مفيش مجال لتشغيل العقل، زي بيئة إعلامية لا تؤمن بتنوع الأفكار. ده برضه احنا بنكمل في الدردشة الخاصة بالتفلسف. طيب تعالى نتكلم على أهمية التفلسف، وأول ما تسمع كلمة أهمية في الامتحان، أهمية التفلسف، اطلع اجري واختار ديكارت على طول. يبقى لما تسمع أهمية التفلسف، أهمية التفلسف في الامتحان، هتختار ديكارت. تعالى نشوف ديكارت كده بيقول كام حاجة عن التفلسف. بيقول لي رقم واحد، الفلسفة دي أو التفلسف ده أو النظر العقلي أو تشغيل الدماغ ده يميز الإنسان عن الأقوام المتوحشين، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين بيقول لك تقاس حضارة أي أمة بمدى شيوع التفلسف فيها. الأمة اللي عندها تفلسف كتير وفلاسفة ونظر عقلي وتأمل عقلي يبقى أمة متحضرة. بيقول لي أكبر نعمة ممكن ربنا يديها لأي بلد من البلاد إنه يديها فلاسفة حقيقيين. ديكارت بقى استكمل كلامه كله عن التفلسف وأهميته، وقعد يقول لك إن الإنسان اللي مش بيتفلسف كمان هو مغمض العينين، يظل كده مغمض عينيه طول العمر،
ويقول لك انه مش هيحس بالسعاده ابدا واللذه اللي احنا بنشعر بيها لما نوصل لمعلومات جديده. كل ده بيتكلم عن اهميه التفلسف. اختصار لاهميه التفلسف بعد ديكارت، عندي ثلاث نقاط اساسيه. النقطة الأولى بيقول إن التفلسف من أهميته بينتج لنا عقولا ناضجة، يبقى رقم واحد عقولا ناضجة. طيب عقول ناضجة يعني إيه؟ يعني متسامحة، يعني مستقلة، يعني عندها شجاعة، يعني عندها صدق وهكذا. طيب رقم اتنين، هنقول مثلا وليكن بدون التفلسف يوجد تعصب، بدون التفلسف يوجد تعصب، يبقى واحد عقول ناضجة وواحد عقول متعصبة. رقم ثلاثة مثلا، التفلسف ده هو الحل السريع للتقدم، هو السبيل الصريح والسريع للتقدم. كل ده احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن التفلسف. سهل جدا على فكرة، مش صعب. تعال نتكلم بقى عن القيم ومعناها وطبيعتها. نبدأ بالقيم. القيم دي يا شباب بيقولك ان هي قديمة قدم الانسان، يبقى القيم قديمة، انا عرفت عنها معلومة، تمام كده؟ طيب القيم دي بيتم تطبيقها من خلال الخبرات، الانسان بياخد خبرة في الحياة فيبقى عنده قيم، ومن خلال درجة الوعي الفردي والجماعي، الإنسان الواعي بيكون عنده قيم أكتر، والمجتمع الواعي بيكون عنده قيم أكتر. طيب نشوف المعنى بقى الحقيقي لكلمة القيم. بيقول القيم دي معناها الأكسيولوجيا. الأكسيولوجيا، إيه الأكسيولوجيا دي؟ الأكسيولوجيا دي يا شباب فرع من فروع الفلسفة. إحنا عندنا كده فلسفة أهي، عندنا ثلاث مباحث، في مبحث هنا، اتنين، تلاتة، ده اسمه الأنتولوجيا. الأنتولوجيا وضحت ده قبل كده، ده بيدرس الوجود. وعند بعد كده الاكسيولوجيا، ده بيدرس القيم اللي احنا عايزينها بقى. وعند بعد كده الابيستمولوجيا، ده يا شباب بيدرس المعرفه، المعرفه. يبقى انا عندي الوجود انتولوجيا، وعندي القيم اكسيولوجيا، وعندي المعرفه ابيستمولوجيا. المهم ان احنا كده عرفنا يعني ايه كلمه قيم. كلمه قيم يعني اكسيولوجيا. وايه الاكسيولوجيا دي؟ مبحث او فرع من فروع الفلسفه، تمام. طب القيم اللي احنا عليها دلوقتي وهندرسها كم قيمة؟ قال لي ثلاثة. هندرس قيمة الحق اللي هي بتساوي المنطق، خلي بالك الحق بتساوي المنطق، وهندرس قيمة الخير اللي هي بتساوي الأخلاق، وهندرس قيمة الجمال اللي اسمها الاستاتيقة. يبقى احنا خلي بالك عندنا قيمة المنطق، قيمة الأخلاق، قيمة الجمال. تخلي بالك الموضوع مهم جدا جدا. طيب يا جماعة احنا عايزين نعرف دلوقتي كلمة القيم دي، دي حاجة مثالية ولا حاجة واقعية؟ حاجة مثالية ولا عندي حاجة واقعية؟ يبقى احنا هنقول ان الفلاسفة لجوا الى تقسيم القيم، منهم فريق قال مثالية ومنهم قال ايه ان هي واقعية وموضوعية. تعالوا كده يا شباب ننتقل لجزئية تانية. مجموعة القيم اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي وقلنا ان احنا نكتسبها من الفلسفة، قلنا ثلاث قيم. واحد، قيمة الحق اللي هي المنطق، خليك فاكر. اتنين، قيمة الخير اللي هي الاخلاق. ثلاثة، قيمة الجمال اللي هي الاستاتيق. تعال نبدأ كده في قيمة الحق، امتى اختارها يا شباب؟ انا قلت لك حق يعني منطق، يبقى كلمة منطق. اي شيء خاص بالفكر او اي شيء خاص بالمنطق، استقراء، استنباط، استدلال، اي حاجة خاصة بالاورجانون، الكتاب اللي عمله ارسطو، او الآلة والاداة، لانه قال عليه آلة تعصم الذهن من الخطأ، آلة تعصم الذهن من الخطأ، او كلمة مدخل، مدخل لكل العلوم. او حتى لما يقول لي علم يهتم بمبادئ التفكير، التفكير، يبقى انا كده بتكلم عن قيمة الحق اللي هي قيمة المنطق. طيب تعال نروح لقيمة رقم اتنين اللي اسمها قيمة الخير اللي هي خاصة بالاخلاق. لما تلاقي علم الاخلاق، لما تلاقي الفضائل، لما تلاقي الرذائل، الحكمة العملية، الحكمة الخلقية، فلسفة الاخلاق، كل ده بيتكلم عن قيمة الخير، قيمة الخير، تمام يا شباب؟ يبقى كل ده عندي جزئية. لو انا حطيت قدامي شويه المفاتيح دي ان شاء الله هعرف اميز ما بين الثلاث قيم دي، وسؤالهم بيبقى سهل جدا في الامتحان، بس محتاج منك يعني حبه تركيز كده. طيب قيمه الجمال يا شباب دي رقم ثلاثة، قيمه الجمال. امتى اختار في الامتحان قيمه الجمال؟ هختار قيمه الجمال لما يقول لي محور البحث فيها متعلق بشروط الجمال، شروط الجمال، طب نظريات الجمال، طب التذوق الفني. وخلي بالك ان قيمه الجمال دي ممكن يسالني عليها سؤال مباشر من بره كده، يجيب لي اختيارات، قيمه الحق ولا الخير ولا الجمال، وممكن يسالني سؤال داخلي من بين السطور. قيمه الجمال فيها شقين، خلي بالك. القسم النظري ده عام، قسم نظر عام. امتى اختار ده القسم النظري العام؟ لما يقول لي يبحث في الصفات المشتركه، الصفات المشتركه، تمام. طيب في قسم عملي خاص، خلي بالك ده عملي وده نظري، ده عام وده خاص، ده متعلق بحاجه اسمها التذوق الفني، التذوق الفني والنقد الفني.
يبقى تذوق فني ونقد فني. خلي بالك، تذوق فني ونقد فني. لما يجي يقول لي واحد مثلا بيحكم على لوحه او ناقد فني بيحكم على مباراه والكلام ده، يبقى هو بيشتغل على القسم العملي اللي هو الخاص، وجهه نظره هو فقط، خلاص كده. طيب، والتذوق الفني ده بيعتمد على الذوق وبيعتمد على العقل ايضا، يعتمد على الذوق ويعتمد على العقل ايضا. اللي عايزك تركز فيه بقى يا شباب قيمه الحق، قيمه الخير، قيمه الجمال، دول اساسيين عندك، وعايزك تركز ما بين القسم النظري والقسم العملي، ده شيء مهم جدا جدا. طيب شباب، السؤال التقليدي، القيم دي ثابته ولا بتتغير؟ ده السؤال التقليدي اللي هيقودنا لجزئيه مهمه جدا جدا في الامتحان، وانا بقول لك من دلوقتي اهو، الجزئيه دي مهمه. ليه؟ لان انا طبيعه القيم عندي قسمين، في ناس قالت ان القيم ذاتيه، ذاتيه كل واحد بذاته، ونسبيه يعني متغيره. وفي فريق تاني قال لي لا، القيم دي موضوعيه ومطلقه وثابته. طيب تعال نشوف الفرق ما بين الاثنين. في الاول اعرف لي الاسامي كويس، اعرف لي نسبيه يعني متغيره يعني ذاتيه يعني وسيله، وموضوعيه يعني مطلقه ويعني ثابته ويعني غايه في ذاتها. طيب الفريق الاول اللي كان بيؤمن ان القيم مختلفه باختلاف الافراد والزمان والمكان، دول ثلاث شخصيات. الفريق الاول ثلاث شخصيات، واحد بروتاجراس زعيم السوفسطائيين، اثنين باروخ سبينوزا، ثلاثه توماس هوبز. الثلاثه دول دايما لو جم هيبقى اخلاق عندهم او القيم عندهم ذاتيه ونسبيه، ذاتيه ونسبيه. تعال نشوف كده، بروتاجراس اول واحد قال الحجه بتاعته ايه؟ قال الانسان الفرد هو المعيار والمقياس، اللي بيحدد قيمه الشيء هو الانسان، فكده القيم متغيره لان الانسان متغير من شخص لاخر. يبقى اول حاجه بروتاجراس قال ان الانسان هو معيار الاشياء. رقم اثنين باروخ سبينوزا، باروخ سبينوزا ده عشان تختصره بيقول لك ايه؟ ان لا شيء في الوجود له قيمه، كل حاجه ملهاش قيمه، ولكن رغبتنا في الشيء هي التي تعطيه قيمه. يعني دلوقتي مش محتاج القلم ده، بالنسبه لي ملوش قيمه، لما انا بقى محتاجه ضروري وعايز اكتب بيه مساله كده اصبح ليه قيمه. يبقى باروخ سبينوزا بيقول لك الاشياء كلها ملهاش قيمه، ولكن بتاخد قيمه لما احنا نحتاج الشيء ده. طيب رقم ثلاثه توماس هوبز نفس فكره باروخ سبينوزا، ولكن بيقول لك الشهوات هي اللي بتحدد اذا كان الشيء ليه قيمه ولا لا. لو انا بشتهي الشيء هيصبح ليه قيمه، وقال لك اذا كانت الشهوات متغيره من وقت للتاني ومن شخص لاخر يبقى كده القيم متغيره. يبقى انا عندي ثلاث شخصيات في المتغيره. هروح للقيم الموضوعيه او الثابته والمطلقه اللي هي غايه في ذاتها وليست وسيله. هنا اربع شخصيات، اولهم طبعا سقراط لان ده اعتمد على العقل والعقل ثابت، فبالنسبه له القيم ثابته، القيم ثابته. اثنين افلاطون، افلاطون ده راجل مثالي وبيقول ان القيم او الخير او العداله او الفضيله او الامانه لازم تكون لها مثالا ثابتا لا يتغير، مثالا ثابتا لا يتغير حتى لو كان متعلق بالعالم المحسوس. يبقى احنا كده بنتكلم عن ثبات القيم او الموضوعيه او المطلقه. رقم ثلاثة ماكس شيلر ده بيقول ان كل القيم موجوده من قبل كده فشكلها ثابت، احنا بنقوم باكتشافها وليس اختراعها. ده ماكس شيلر. تمام. اخر واحد جورج مور، جورج مور ده بيقول ان القيمه كامنه توجد في الفعل ذاته، كل فعل حضرتك بتعمله بيكون ليه قيمه، ده بالنسبه لجورج مور. طيب احنا عندنا دلوقتي فريقين، فريق قال ان القيم نسبيه وذاتيه ومتغيره، والفريق الثاني قال ان القيم موضوعيه ومطلقه وثابته. في تعقيب بقى على الكلام ده، التعقيب ده بيقول يا جماعه ان القيم ينفع تكون ذاتيه وموضوعيه في نفس الوقت. ذاتيه لان كل فرد بيمارسها ايه؟ حسب شخصيته او طبيعته الفرديه. وموضوعيه لان في قيم موضوعيه على المجتمع كله، يبقى القيم ذاتيه وموضوعيه في ان واحد. خلي بالك ان القيم ذاتيه لانها صادره عن الذات الفرديه، والقيم موضوعيه لان هي ملتقى كل الناس او تصرفات كل الناس، فشيء موضوعي مش شيء ذاتي. يبقى احنا بنعمل تقييم او بنعمل تعقيب على الناس اللي قالت ذاتيه والناس اللي قالت موضوعيه. طيب نكمل بقى التعقيب بتاعنا ده، بنقول خلي بالكم ان القيم نتاج اجتماعي، القيم نتاج اجتماعي، خلي بالكم القيم مكتسبه، القيم مكتسبه، القيم بتيجي عن طريق التنشئه الاجتماعيه، خلي بالك القيم مصدرها الحياه، بدون تفاعل الناس مع بعضهم البعض مش هيكون فيه قيم. طيب خلي بالك ان القيم دي بتعتبر جزء اساسي من الثقافه، القيم جزء من الثقافه. خلي بالك ان القيم دي بتوجه المجتمع زي ما ربان السفينه بيوجه السفينه، يبقى تمام كلنا بنتكلم عن القيم. خلي بالك ان القيم دي لها جانب تفضيلي، القيم لها جانب تفضيلي، الناس كلها بتفضل القيم، بيكون عندهم ميول ناحيه القيم. طيب خلي بالك بقى الجزئيه اللي جايه دي
بيقول لك برضه من ضمن التعقيب بيقول لك ان القيم هي ركيزه اساسيه، اهم الركائز اللي المجتمع بيقوم عليها، وخلي بالك هي اسبق من القانون، يعني القيم اسبق من القانون. تمام كده يا شباب، دي جزئيه مهمه جدا انتهينا منها الحمد لله. هندخل دلوقتي على التفلسف وعلاقته بالقيم اللي احنا قلناه في العنوان ان العلاقه بينهم وثيقه. فانت ممكن الجزئيه دي يا شباب كده، الجزئيه دي كده تطلع منها بحاجات بسيطه جدا، ان العلاقه بين الفلسفه والقيم هي علاقه وثيقه. ليه؟ لان هي بتظهر من خلال حياه الناس وممارستهم اليوميه، والفلسفه لا تبدا من فراغ، بتبدا من الواقع وهكذا. ده كل ده كلام انشي عادي جدا جدا، بيقول ان الفلسفه بتلعب دور كبير جدا في وجود القيم. كل ده كلام عادي خالص جدا جدا. هنروح للاهم من كده اللي بيقول لي فيه القيم التي تكسبها الفلسفه لدارسها. لو انت حبيت الفلسفه ودرست فلسفه، ايه القيم اللي ممكن تدرسها او تستفيد بيها من الفلسفه؟ اربع قيم: واحد، البحث عن الحقيقه او البحث عن المعرفه، اثنين، الاستقلال الذاتي، ثلاثه، الحريه، اربعه، التسامح الفكري. مهمه اهو، مهمه جدا 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 جدا، هو تقريبا نص الباب الكلام ده، فمهمه جدا جدا جدا. طيب هناخد اول قيمه، قيمه البحث عن الحقيقه او حب المعرفه. لو انت حبيت الفلسفه او التفلسف اللي هو التفكير العقلي او النظر العقلي او النظره النقديه زي ما قال جوزيه رويس، يبقى انت كده هتحب حاجه اسمها البحث عن الحقيقه او البحث عن المعرفه. امتى اختار القيمه دي؟ احنا قلنا اربع قيم، امتى اختار القيمه دي؟ هختار القيمه دي لو لقيت في السؤال كلمه تفكير او كلمه وعي او كلمه معلومات او كلمه بحث او كلمه دراسه او كلمه معرفه او كلمه معرفه الاسباب. واكتبوا الكلام ده بسرعه جدا جدا، وقف ستوب الفيديو واكتب الكلام ده بتأني جدا جدا. طيب يبقى لما يجي سؤال يقول لي الكشف عن الحقيقه، هقول له دي قيمه ايه؟ البحث عن الحقيقه او البحث عن المعرفه. لما يجي يقول لي البحث عن سلسله من الاسباب، برضه يبقى البحث عن الحقيقه او البحث عن المعرفه. لما تلاقي السؤال فيه كلمه معلومات او كلمه حقائق او منهج من مناهج التفكير، يبقى انت كده تبحث عن الحقيقه. تمام يا شباب، الجزئيه دي مهمه جدا جدا جدا. طيب دلوقتي عندنا مشكله اكبر، وهي ان الحقيقه اصبحت متغيره. الحقيقه دلوقتي اصبحت غير ثابته، يعني مش عارفين مين اللي عنده المعلومه الصادقه او المعلومه اليقينيه او المعلومه الاكيد. فعشان كده ظهر لنا حاجه اسمها نظريات التطابق، نظريات الحقيقه، نظريات الحقيقه. أول نظرية عندنا اسمها نظرية التطابق، سهلة جدا جدا جدا، والنظريات دي مهمة ممكن تيجي لك في سؤال في الامتحان. أول ما تلاقي الموضوع مرتبط بالواقع، مرتبط بالواقع، أعرف إن ده اسمه تطابق، أعرف إن ده اسمه إيه؟ تطابق. يبقى القول الحقيقي هو الذي يتفق مع حقيقة موضوعية أو حقيقة واقعية. خلي بالك من الجزئية دي. طيب نظرية تانية اسمها نظرية الترابط، نظرية الترابط دايما لما تلاقي فيها التعلم السابق أو الماضي، سابق أو الماضي أو ربط أو استفادة من أي حاجة فيها خبرات في الماضي، يبقى اسمه نظرية الترابط، نظرية الترابط. كلمة نسق، كلمة متماسكة، كلمة متكاملة، يبقى دي نظرية الترابط. طيب تعالوا نروح للنظرية رقم ثلاثة، اسمها النظرية البراجماتية، البراجماتية، من ضمن روادها ويليام جيمس وجون ديوي وفريدريك شيلر. والنظرية دي بتقول، نظرية البراجماتية دي بتقول ان الشيء الحقيقي هو الشيء الناجح فقط، هو الشيء اللي بيجلب ليا منفعة او بيجيب لي نتائج عملية. دي وجهة نظر البراجماتية، الشيء الحقيقي بالنسبة لهم لازم يكون نافع وعملي وناجح. خلاص؟ طيب تعال نروح لجزئية كده اسمها شروط الحقيقة. طيب ما احنا درسناها من شوية، هي هي دي اتواقع، يبقى نظريه التطابق، دي الترابط، دي نظريه البراجماتيه. يبقى احنا كده يا شباب خلصنا قيمه مهمه جدا اسمها قيمه البحث عن الحقيقه، ان الانسان بينميها عنده باسئله زي كيف وزي لماذا. تعال نروح لقيمه رقم اثنين، وهي قيمه الاستقلال الذاتي. الاستقلال الذاتي مهم، في ناس بقى ما بتعرفش تفرق ما بين الاستقلال وما بين الحريه، لازم بقى تسمع الفيديو ده كويس، استقلال والحريه. طيب خلي بالك الاستقلال الذاتي ده لما يجي يقول لشخص عنده قدرة على النقد، قدرة على التمحيص، قدرة، عنده مرونة، عنده مقارنة، عنده روح فردية، عنده ذاتية، يبقى الرجل ده مستقل بدماغه لوحده كده وبيفكر براحته. الاستقلال ده شباب مضاد لي، مضاد لي أوهام المسرح عند بيكون، لأن البيكون بيتأثر المسرح ده بيتأثر بالآخرين، لكن هنا استقلال بيرفض التبعية، بيرفض التبعية، آخر كلمة في السطر الأول، بيرفض التبعية. تمام؟ وبيعتمد على ذاته في اتخاذ القرار، يبقى ده شخص يعني عنده استقلال. طيب بيمارس القدرة على النقد،
وعنده مرونة فكرية وينفع يغير من أفكاره، يبقى ده شخص عنده استقلال ذاتي، ما عندوش تبعية عمياء، بيرفض التبعية العمياء. تمام كده؟ طيب تعال نشوف الجزئية دي برضو متعلقة بالاستقلال والحرية. بيقول الاستقلال هو الشق الظاهر من الحرية. الحرية هي شعور داخلي انك تشعر بالحرية. هيظهر امتى الكلام ده عليك؟ هيظهر في الاستقلال في اتخاذك للقرارات. يبقى خلي بالك، اذا حصل الفرض على الحرية لازم يصبح بيمارس الاستقلال، يعني الحرية في الاول بعد كده الاستقلال. طيب عندنا قيمة رقم 3 مهمة جدا جدا جدا، اسمها قيمة التسامح الفكري. امتى اختارها في الامتحان؟ لما يقول لي تفاهم، لما يقول لي تعايش، تناغم، انفتاح، نسبية المعرفة، المشكلة لها عدة حلول، احترام الرأي الآخر، كل ده يدل على ان هو كده في حاجة اسمها تسامح. وفكرة برضو ان الحقيقة اكبر من ان عقل واحد يدركها، وان عقول الانسان او عقل الانسان مهما كانت في معلومات فهو نسبي ايضا. طيب مقولة جابر او حيان التوحيد اسف عن التسامح مهمة جدا، لان احنا بعد كده هنتكلم فيها عن التسامح الفكري. تعال نشوف كده مع بعض التسامح الفكري ايه اهميته. مهم على فكرة أهمية التسامح الفكري. رقم 1 بيخلي الناس تتعايش مع بعضها، يبقى تعايش، تمام. 2 بيحقق للمصلحة العامة بعد المصلحة الخاصة، تمام ماشي. رقم 3 بيسمو بالفرد، بيسمو بالثقافة، بيسمو بالعلم، بيسمو المعرفة، لأن المكان بيكون فيه قيم. البعد عن الجمود، البعد عن الجمود، لأنه يعني إنسان متسامح، عنده نضج، عنده عدم الشعور بالذنب لأنه طول اليوم متسامح، بيتجنب حدوث المشاكل لأنه إنسان إنسان متسامح. الجزئية دي كلها أنا اختصرتها لك في الكام نقطة دي. أنت ممكن تدوس ستوب الفيديو وتكتبهم بتأني شديد جدا. طيب تعال نروح لجزئية أهم أو القيمة الأخيرة اللي معانا، وهي قيمة الحرية. تعال نشوف كده يا شباب قيمة الحرية دي. بيقول لي دايما لما تلاقي كلمة مسؤولية اختار الحرية، لما تلاقي كلمة ضغط أو بدون ضغط، دون ضغط، يبقى انت كده تختار الحريه. لما تلاقي مثلا كلمه دون قهر، مفيش قهر خارجي، يبقى انت هتختار الحريه. لما تلاقي مفيش قصر خارجي، يبقى هتختار الحريه. لما تلاقي في كلمه التزام، برضه هتختار الحريه، لان الحريه بتعلم الانسان الالتزام. هنعرف شويه كده ان الحريه لازم يكون معاها مسؤوليه. فخلي بالك من الكلمات دي، التزام، واجب، اختيار، مسؤوليه، اراده، كل الكلمات دي تعرف ان انت هتختار قيمه الحريه الانسانيه. طيب تعالوا نروح كده الجزئية مهمة جدا جدا من أقوال الفلاسفة برضو تبقى عارفها. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عندنا جان جاك روسو بيقول: أنا بفضل الحرية في الخطر أحسن من السلم. عندنا الإمام محمد عبده بيقول: الإنسان حر بشهادة العقل والهواء والشريعة. عندنا جان بول سارتر بيقول: الحرية الكاملة تحتاج المسؤولية الكاملة. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي، بس الأول نخلص جزئية صغيرة كده بتتكلم عن تعريف الحرية، يعني فيها جزئيتين كده صغيرين كده ولطاف. تعريف الحريه بيقول لي في تعريف اشتقاقي. اشتقاقي معناها انعدام القصر الخارجي، انعدام القصر الخارجي. يقول لك انت انسان قصر يعني لسه صغير. طيب عندنا تعريف تاني بعد كده، او ده المثال بتاع توماس هوبز، بيقول لك الحريه عامله زي السيل، السيول، حد يقدر يوقف حركه السيول او يمنع حريتها؟ لا، هي دي حريه الانسان. طيب بعد كده في المعنى الاصطلاحي او التعريف الاصطلاحي للفلسفه، بيقول لي يعني ايه حريه؟ يعني هي بالنسبه له اختيار الفعل على الرؤيه بعد تفكير عميق، مع الحفاظ على ان انت يكون عندك القدره على الاختيار او عدم الاختيار. هي دي اسمها الحريه، انا عندي الاختيارين موجودين، اقدر ان انا اكتب واقدر ان انا ما اكتبش. يبقى انت كده ايه؟ عندك مبدا الحريه وعندك قيمه الحريه. خلي بالك من الجزئيه اللي جايه دي، هنبدا ندخل في الاهميه شويه شويه. نوع الحرية، نوع يعني في نوعين من الحرية، خلي بالك منه، في نوعين من الحرية. في يا شباب عندنا حاجة اسمها حرية الاختيار أو حرية التصميم، إنك تصمم وتختار براحتك. في حرية الفعل أو اسمها حرية التنفيذ، مهمة، مهمة جدا. خلينا في الأول في حرية الاختيار. إمتى أختار حرية الاختيار أو حرية التصميم؟ هبدا اختارها لما الموضوع السؤال اللي جاي لي يكون فيه اختيارات ما بين بدائل. اختر ما بين بدائل. انسان عنده القدره او عنده الملكه او الموهبه ان هو يقدر يختار ما بين اكثر من بديل، يبقى دي اسمها حريه الاختيار، حريه الاختيار. طب لما يجي ينفذ بقى اسمها حريه الفعل او حريه التنفيذ. نوع الحريه دول مهمين جدا يا شباب، نوع الحريه. طيب تعال نروح بقى للجزئيه الاكثر اهميه والاكثر جدلا في الامتحانات، حتى في التجريبي او حتى مثلا في النماذج الاسترشاديه على حصص مصر، بيكلمنا عن حدود الحريه. قال الحريه اهي
ليها ثلاث حدود. الحد الاول اسمه الحريه والشعور، الحد الثاني الحريه والضروره، الحد الثالث الحريه والمسؤوليه. تعالوا نبدا في الاول كده يعني ايه حريه والشعور. بيقول لي الحريه دي ليست مطلقه ولكن لها حدود. طب ايه حدودها؟ قال لي اول حد الشعور. يعني ايه؟ مش فاهم برضه. يعني ان المانع من الحريه دي او العائق يكون شيء داخلي، شيء خاص بالغريزه او بالاحساس او بالانفعال او بالفطره او الدوافع او المسيرات او ردود الافعال اللي هي الاستجابات. كل ده مرتبط بالحريه والشعور. يبقى حضرتك اول ما تلاقي كلمه من الكلمات دي في الامتحان هتبدا تختار الحريه والشعور. وكلمه الغريزيه او الغريزه بيتخلص منها الانسان في حد الحريه والشعور. طيب رقم اتنين، تعال نشوف الحريه والضروره. الحريه والضروره، الحريه والضروره دي عن الظواهر الطبيعيه. يعني ممكن حضرتك عايز تعمل اي شيء بحريه ولكن ظاهره طبيعيه هي اللي منعتك. الدنيا مطرت، في برق، في رعد، في مثلا عاصفه ترابيه، يبقى دي اسمها الحريه والضروره. دايما بتكون مرتبطه بالطبيعه او الظواهر الطبيعيه. تخلي بالنا من الجزئيه دي، مهمه جدا جدا جدا. طيب يبقى انت خلي بالك، الحريه والضروره دايما بيكون متعلقه بقوانين الطبيعه، ظواهر الطبيعه. ده شيء مهم جدا جدا جدا. نروح للحد الثالث من حدود الحرية، وهو الحرية والمسؤولية. وده حد مهم جدا. لما تلاقي مقولات زي هما حدين لا ينفصلان، وأنت حر بقدر مسؤولياتك، وأنت حر ما لم تضر، وأنت حر عشان بتتحمل النتائج، يبقى أنت كده إنسان مسؤول، إنسان مسؤول. والجزئية ديت لما بيقول يتضح لنا أنك حر بقدر ما تحافظ للآخرين على نفس القدر من حريتهم، يعني أنت حر ما لم تضر. طلاب الكرام، لحد هنا نكون وصلنا لتخطيط الباب الرابع فلسفة بعنوان التفلسف والقيم. حاولت قدر المستطاع أن أنا يكون الكلام أغلبه نظري، أتكلم أكتر ما أكتب في الكتاب، بحيث أن أنتم ما تبقوش مشتتين، يعني تبقوا مركزين في الصوت أو في الخطوط الرئيسية. أتمنى أن أنتم توقفوا الفيديو أكتر من مرة وتكتبوا الكلمات دي بشكل دقيق جدا. وانتظر إن شاء الله مراجعات ليالي الامتحان على قناة الدكتور محمد علي. ففضل الناس امرا شير للقناه يا جماعه، خد رابط القناه وشيره على كل الجروبات اللي انت مشترك فيها، لان ده ان شاء الله هيكون فيه افاده كبيره جدا ليك ولاصحابك، وتدل على الخير كفاعله. يعني انت لو دليت حد على خير كانك انت اللي عملت الخير ده بالظبط. ان شاء الله تحياتي لكم مستر محمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.